من حدادي جويدة، مختصة أورتوفونية وباحثة جامعية. أهلا، صباح الخير حياة. صباح الأنوار. صباح الخير كامل اللي يشوفينا اليوم، صباح الخير الكامل ليكيب تاع صباح الخير يا الجزائر. مرحبا بك، كيف حالك جويدة؟ بدينا نطمئن على الضيوف. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك، مرحبا بك معنا. في العدد الماضي كنتوا بديتوا موضوع اضطراب طيف التوحد مع زميلتي حياة سعيدي، تحدثتوا على الأعراض بداية. سنواصل مع المشاهد الكريم فيما يخص تشخيص هذا الاضطراب، وليس مرض، اضطراب طيف التوحد، وأيضا راح نتحدثوا على كل المختصين اللي يتفاعلوا ويتعاونوا على التكفل، وأيضا مهمة الأورتوفوني. نخلي لك المجال تفضلي. كما تفضلتي حياة، شكرا. كما تفضلتي كنا تحدثنا المرة اللي فاتت باللي هذا الاضطراب هو اضطراب نمائي عصبي يزيد به الطفل دونك كنا تحدثنا على الأعراض اللي يقدروا يشوفوها الأولياء، والهدف الأساسي اللي احنا رانا نقوموا به في البرنامج هو توعية الأولياء لمختلف الأعراض اللي يقدروا يشوفوا فيها عند الأطفال اللي يمكن أنه طفل يكون مصاب باضطراب طيف التوحد. كنا تحدثنا كذلك، قلنا باللي في الأسبوع الجاي راح نتحدثوا على التشخيص، واليوم راح نتحدثوا على التشخيص ومهام المختص الأورتوفوني بما أنه احنا رانا في ركن أورتوفونيا. تفضلي. دونك بداية لازم يعرفوا الأولياء باللي اضطراب طيف التوحد عنده مجموعة من الخصائص اللي تستلزم أنه تكون فرقة متعددة التخصصات، يعني مش غير مهام المختص الأورتوفوني اللي يقدر يتكفل ب اضطراب طيف التوحد. نعم. لكن أنه بما أنه الاضطراب هو اضطراب في تواصل وتفاعل اجتماعي، الأولياء كامل حاسبين كو عندنا غير الجانب الأورتوفوني. الأولياء بزاف يهتموا بالجانب اللغوي عند الطفل. نعم. لكن عندنا في الطفل في اضطراب طيف التوحد عندهم مجموعه من الخصائص الحسيه، عندهم مجموعه من الخصائص المعرفيه، خصائص سلوكيه، دونك هذه تستلزم انه تكون فرقه متعدده التخصصات. فيما يخص كلكو سوا التشخيص ولا التكفل، فيما يخص نبداو بالتشخيص، التشخيص اللي لازم يكون في فرقه متعدده التخصصات. احنا رانا نحكيو اليوم على واش لازم يكون. نعم. دونك فرقة متعددة التخصصات اللي مختص الأورتوفوني اللي يهتم بتقييم جانب تواصلي، مختص نفس وحركي اللي مختص لتقييم الجانب الحركي، الحركات العامة والدقيقة عند الطفل. كذلك عندنا مختص في العلاج الوظيفي اللي راح يقوم بتقييم لمختلف الخصائص الحسية للطفل التوحدي، بما أنه الطفل التوحدي عنده مجموعة من الخصائص الحسية، سواء يكون عنده فرط في التنبيه الحسي ولا نقص في التنبيه الحسي. هاد الخصائص اللي تخلي الطفل التوحدي دائما في حالة انفعال، في حالة تخلي النمو تاعو ماهوش طبيعي. نعم. تخليه ما يكونش كيما اقرانه الاخرين. كذلك عندنا المختص النفسي اللي الكلينيكي اللي يقوم بتشخيص ولا تقييم مختلف الاضطرابات السلوكية عند الطفل. كيف يتم التشخيص؟ التشخيص عندنا مجموعة من الادوات اللي يمكن انه نستعملوها للكشف المبكر عند طفل اللي يكون شاكين بلي عنده اضطراب طيف التوحد. هاد الادوات تخلينا نلحقوا صراحه لانه هذا الطفل عنده اضطراب طيف التوحد. نعم. لكن التشخيص يكون في التشخيص النهائي، نقول التشخيص النهائي يكون فيه 3 سنوات. عند المختص الاعلى هرم في التشخيص يكون هو طبيب الامراض العقليه للاطفال. اللي يقوم بجمع مختلف التقارير وتقييمات اللي يقوم بها المختصين الاخرين، وبناء على هذه الخصائص انه نحكموا على هذا الطفل انه عنده اضطراب طيف التوحد. بعد التاكد من التشخيص هنا يبدا التكفل بالمصاب باضطراب التوحد. كيف يتعامل كل هذه المختصين مع بعض؟ كيف يكون فيه تنسيق؟ شكرا كثير على السؤال. جوستومون لازم يعرفوا الاولياء كما تحدثت وقلت في دوكا، قلت باللي التكفل التشخيص يكون متعدد التخصصات، كذلك التكفل لازم يكون متعدد التخصصات بناء على الخصائص اللي تكون عند الطفل التوحدي. معناها من جانب السلوكي لازم يكون مختص نفسي كلينيكي اللي يهتم بالاضطرابات السلوكيه، لان كل طبيب مختص في الامراض العقلية للأطفال، لأنه هذا المشكل خصوصيته أنه كل مصاب عنده خصوصية سواء في الشدة أو حتى طبيعة الأعراض اللي تكون عنده. عندنا كل حالة هي حالة بذاتها. عندنا كذلك أسكو هذا الطفل هذا عنده جزء اضطراب طيف التوحد ولا عنده اضطرابات مصاحبة، أسكو هذا الطفل هذا عنده الكفاءات العقلية أو أسكو هي راهي في عادية ولا راهي منخفضة. معنا عندنا اضطراب طيف التوحد زائد تخلف ذهني. دونك لهنا هاد
الخصائص يخلوا الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ما يكونوش في تقدم على وتيرة واحدة وما يكونوش على حالة واحدة. معناها التقدم ولا ليفوليسيون في لا بريزون شارج ساكونت على الكفاءات والمهارات اللي يتمتع بها طفل المصاب باضطراب طيف التوحد. وتعالج كل هذه الاعراض او المشاكل لكل مشكل على حده عند مختص معين لتطوير المهارات. متى يمكن انه يكون فيه ادماج وتعلم للتوحدي او مصاب باضطراب التوحد ومتى لا يمكن ذلك؟ فيما يخص التمدرس لازم يعرفوا الاولياء باللي لازم يكون هناك تكافل جد مبكر، وحنا نحكيو على كامل الاضطرابات بما فيها اضطراب طيف التوحد. قد ما يكون تكافل جد مبكر تكون لتحضير مرحله التمدرس باش نلحقوا لمرحله التمدرس. عند الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الا شفنا بلي هذا الطفل عنده لغه ولا شفنا بلي هذا الطفل عنده كفاءه في الفهم يفهم تري بيان عنده مهارات ولا كفاءات معرفيه اللي تخليه يكون متمدرس، هنا في هذه الحاله نقوم بتقرير وتحضير لمرحله التمدرس ونطلب مرافقه الحياه المدرسيه لهذا الطفل. نعم. لانه صراحه الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يستحيل انه يقراوا بدون مرافق الحياه المدرسيه. نعم، طيب فيما يخص خصوصيه الاورتوفوني، لو نشرح للمشاهد بانه هو ركن اورتوفونيا، كيف يتكفل الاورتوفوني بالمصاب باضطراب التوحد؟ يتكفل المختص الأرتوفوني باضطراب طيف التوحد نقولوا باللي بكامل الجوانب المعرفية الخاصة بالطفل. لما نقول الجانب المعرفي نقول به فيما يخص اللغة، اللغة في مستوياتها الفهم والتعبير. نعم. كاين عندنا مجموعة من الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد وين يكون الطفل ما يفهمش، دوك ديجا ما عندوش معجم ذهني خليه يفهم الجمل اللي راه يتلقاها ولا الحوار اللي يتلقاه فيه. نعم. ما يقدرش يفهمه، دونك اوتوماتيكمون لورتوفونيست يفا بخوندغ اون شارج هذا الجانب، انه ننميو مهارات الفهم عند الطفل التوحدي. قد ما يكون الفهم عند الطفل التوحدي يكون عنده سلوك منضبط اكثر، هذا في ما يخص اللغه، لغات الفهم. دوك الجانب التعبيري لازم نعرفوا باللي لما نحكيو على الجانب التواصلي نحكيو على مهارات التواصل الغير لفظي والتواصل اللفظي. لما نحكيو على التواصل اللفظي كاين مجموعه من الاطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد تكون عندهم لغه لكن غير وظيفيه، يعني ما يقدرش يوظفها كوسيله للتواصل. نعم. ما يقدرش يهضر معاك ويقول لك باللي حبيت ناكل خبز، حبيت نخرج، بورتون اي بارل، بورتون يهضر لكن ما يقدرش يتواصل ولا يعبر على الرغبات تاعو. نعم. كذلك يمكن انه طفل توحدي يكون يهضر بزاف و سكون ابل لونغاج ستيريوتيبي، معناه هي يردد كامل الكلمات اللي يسمع فيهم سي كوم بيروكي، ومام يكونوا نتحدثوا معاه يكون في خارج الاطار اللي رانا نحكيوا عليه. نعم. دوك لهنا مختص الاورتوفوني راح نعلموا طفل هدايا كيفاش يكون عنده تواصل مع الاخرين وكيفاش يوظف اللغه تاعو كوسيله للتواصل. كذلك المختص الأرتوفوني يتكفل بالخصائص المعرفية للطفل التوحدي. وشنو هما الخصائص؟ أنه هذا الطفل التوحدي عنده سكون أبل لي فونكسيون فيزيو سباسيال، عنده مشكل في الوظائف البصرية المكانية اللي تخلي الطفل التوحدي ما يقدرش يدرك التعابير الوجهية تاعنا، راني زعفان ولا راني فرحان ولا كذلك الوظائف التنفيذيه اللي يحتاجها الطفل للتخطيط وحل المشكلات. وهنا نقولوا بلي نظريات العقل، يعني الطفل التوحدي ما يقدرش يفهم نوايا الاخرين، ما يقدرش يفهم الحيله، ما يقدرش يفهم كيفاش يفسر مجموعه من السلوكات اللي راهي تحدث قدامه. دونك لهنا هذا كامل يكون في مهام المختص الاورتوفوني. نعم. طيب ختاما نتحدث او نوجه رساله للاولياء في أهمية التقبل، تقبل المضطرب أو اللي عنده اضطراب التوحد، وأيضا ربما حتى ممارسة بعض التقنيات أو بعض الجلسات في المنزل لتكملة دور الأرتوفوني لتطوير مهارات المصاب بالاضطراب. شكرا كثير كثير على هذا السؤال، بس صراحة رانا نعانيو بزاف أمهات يعتمدوا بزاف على مهام المختص الأرتوفوني.
نقول اولا مختص الاردفوني ماهوش عصا سحريه، لازم يكون تكفل متعدد التخصصات، يعني مستحيل انه الطفل المختص الاردفوني يتكفل بالجانب السلوكي والجانب الحركي والجانب، دونك كل واحد دو لا سبيسياليتي تاعو. وحنا الحدود تاع التخصص تاعنا يقع توجور في الجانب التواصلي. فيما يخص الجانب التواصلي لازم على الاولياء كما تفضلتي انه يكون عندهم عمل في البيت، لانه صراحه ما يكفيش انه الطفل التوحدي يدير حصتين في الاسبوع ولا ثلاث حصص ولا حصه في الاسبوع، راح تكفيه انه يتطور. دونك وحتى وين حنا كنا نخدموا ما كاش كيما الخدمه تاع الام في البيت. صحيح. ونشدد على نقطه جد مهمه انه التعاون ماشي غير الام، حتى الاب، باسكو بزاف عندنا حالات ميم حاله طلاق في الاسر الجزائريه اللي انه مصابين باضطراب طيف التوحد يكون توجور انت ما خدمتيش، انت يا خليتني اكسيتيرا. دونك لازم يكون تعاون. الطفل اللي يكون عنده من ذوي الاحتياجات الخاصه دائما يكون تعاون في الاسره، في المحيط، في المجتمع، في المدرسه، باش يقدر يكمل وتكون عنده حياة كريمة. نعم. ختاما، ربما أيضا دور المجتمع في تقبل المصاب بالاضطراب وليس بمريض، هو حالة خاصة لابد أن تكون عندها معاملة مميزة، طريقة خاصة حتى نتواصلوا معه، لأنه هو في قوقعة ربما حتى نخرجه من هذه القوقعة ونساعده. كيف تنصحي ختاما في عجالة؟ قالوا لي الوقت انتهى في عجالة. هو المجتمع هو اضطراب طيف التوحد واختلاف. نعم. ولازم نعلموا أولادنا ثقافة الاختلاف، وثقافة الاختلاف لازم تكون من في المجتمع تاعنا. نعم. باش يكون عندنا تقبل وتكون عندنا كما قلت لك حياه كريمه لهاد الاطفال. مشكوره على كل هذه المعلومات. عفواً. نهايه اليوم موفق ليك ونهايه اسبوع موفق ليك، ونتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر باذن الله بحول الله. وبهذا نصل مشاهدينا لنهايه هذا العدد. مشكوره فتحه براش رئيسه الركن ومخرجه لهذا العدد احلام صحراوي، والفريق التقني والصحفي المعد، ولكم انتم متابعينا واوفيائنا نهايه يوم موفق ونهايه اسبوع موفق. نلتقي بكم غدا بحول الله. أطيب المنى، تحياتي، سلام.